هو الموضوع بسيط قوي. كان اول مره اروح لسلوى صاحبتي، طلعت سلمت عليها مامتها، ومامتها بتقولي تشربي ايه، قلت لها اشرب مريندا تفاح اخضر. مامتها جابت لي ازازه، طبعا انا عشان نظري على قدي ما اخدتش بالي انا كنت بشرب ايه، اخدت بق في التاني، حسيت طعمها غريب قوي. اول كده بوصف الازازه وبحلقت فيها، ما لقيتش مريندا تفاح اخضر، طبعا اتخضيت وما رضيتش اعمل معاهم مشكله، اخدت شنطتي وطلعت اجري. سلوى از ماي بيست فريند، ما كنتش اتوقع منها حركه زي دي خلاص. يعني انا واحده بقدر الظروف، كان ممكن تقولي ان يوم عندك يوم ما عندكيش عادي يعني، لكن ما تعمليش معايا الحركه دي. انا عايزه اوجه رساله لكل بنت ان ما تشربش اي حاجه غير ما تشوف الاول هي بتشرب ايه، لان الناس خلاص ضميرها مات كله. ماما انت لسه هنا؟ ممكن تنوعي كام من فضلك؟ ما تحاولش مريندا، ما تتقلقش.